وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاء كرة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. لايك وشير وصلى على الحبيب قلبك يطيب، لايك وشير وصلى على الحبيب قلبك يطيب. ورسميا محمد علي بن رمضان ينضم إلى صفوف النادي الأهلي. النادي الأهلي المصري بيعلن رسميا عن تعاقده الرسمي مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي المجري ومنتخب تونس لكرة القدم. محمد علي بن رمضان ينضم للنادي الأهلي بعقد يمتد لخمس سنوات حتى عام 2028. لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة حتى الآن، لكن تقارير صحفية ذكرت أنها بلغت حوالي 1,500,000 يورو. مسيرة بن رمضان وإيه خطوات محمد علي بن رمضان وإيه القصة وإيه الحكاية وليه النادي الأهلي بيفضل محمد بن رمضان بالذات؟ محمد بن رمضان مسيرته القروية مع نادي الترجي التونسي، لعب في نادي الترجي التونسي، وأعتقد كلنا شاهدناه وعارفين قد إيه هو لاعب مؤثر جدا جدا. فاز مع فريق الترجي التونسي بالعديد من الألقاب، بما في ذلك لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، كان منهم لقب على حساب النادي الأهلي بتاعة اضرب يا بدر لو حضراتكم كلكم فاكرين. محمد علي بن رمضان انتقل إلى النادي المجري في صيف عام 2023 وشارك مع الفريق في 23 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف. محمد علي بن رمضان لعب مع منتخب تونس 23 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، وكان من أبرز لاعبي المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2023. يعتبر محمد علي بن رمضان من أفضل لاعبي خط الوسط في شمال إفريقيا، ويمتاز بمهارته العالية وقدرته على صناعة اللعب والتسجيل. ويأتي ضم محمد علي بن رمضان إلى النادي الأهلي لتعزيز خط وسط الفريق الذي يعاني من نقص شديد في عدد اللاعبين المميزين في هذا المركز، خصوصا بعد إصابة أليو ديانج اللي خلاص هيغيب 3 شهور وأعتقد بيكتب صفحات النهاية مع النادي الأهلي. النادي الأهلي بيعقد أملا كبيرا على ضم علي بن رمضان، ويأمل إن هو يساعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات. محمد علي بن رمضان بيلاقي ترحيبا كبير جدا من جماهير النادي الأهلي اللي هم بيعبروا عن سعادتهم بضم لاعب مميز مثل محمد علي بن رمضان. طيب، حتى الآن وحتى اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن على توقيت محمد علي بن رمضان، ولكن هي مصادر من داخل القلعة البيضاء الحمراء. ذكرت تقارير صحفية تونسية أن محمد علي بن رمضان وقع بالفعل على عقود انضمامه للنادي الأهلي براتب مادي ضخم. أكدت بعض التقارير أن بن رمضان قريب وبقوة من الانضمام للنادي الأهلي، وفضل الانتقال إلى النادي الأهلي عن أي نادي آخر لأنه بيرى أن النادي الأهلي هو محطته للشهرة والمجد. محمد علي بن رمضان من أفضل اللعيبة، من أفضل اللعيبة، ده الخبر اللي هو انتظره عشاق النادي الأهلي وعشاق القلعة الحمراء خلاص ذات بين قوسين أو أدنى أنه هو يتحقق رسمياً. النجم التونسي محمد علي بن رمضان يوقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي ليكتمل عقد الأسود في خط الوسط. مين؟ عندنا إمام عاشور، عندنا مروان عطية، كريم نيدفيد، عمرو السولية، وأخيرا علي بن رمضان وأليو ديانج اللي خلاص زي ما قلت لحضراتكم أليو ديانج بيكتب صفحات النهاية
وصفحات الرحيل على النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية بعد إصابته طبعا الشديدة في الركبة، ويكاد إن هو هيعمل عملية جراحية خلال الساعات القليلة القادمة. محمد علي بن رمضان صاحب الـ24 عام، بيعد أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تونس وإفريقيا، ويمتاز بمهاراته الفنية العالية وقدراته التهديفية. بالتأكيد هذه الصفقة ستكون إضافة قوية للنادي الأهلي، وكلنا عارفين كده، وبنتوقع إن محمد علي بن رمضان هيساهم بشكل كبير جدا في تحقيق البطولات مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. محمد علي بن رمضان بيمتاز بالمهارة، بيمتاز باللياقة البدنية العالية، وبيمتاز إن عينه حلوة جدا على المرمى والاستحواذ بالكرة. نرحب بأسد تونس في القلعة الحمراء، ونتمنى له التوفيق مع الفريق فيما هو قادم بإذن الله تعالى. عايز أتكلم كمان معاكم على قصة أليو ديانج. أليو ديانج ورحيل أليو ديانج عن النادي الأهلي، يعني خبر أعتقد إن هو خبر محزن بالنسبة للنادي الأهلي، تمام، يعني خبر محزن بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي. يعني أليو ديانج من اللعيبة يعني القوية جدا يعني في النادي الأهلي، ولكن الإصابات يعني بتطارد أليو ديانج. وأسباب الرحيل هقول لكم أسباب الرحيل، يعني أليو ديانج بيسعى لخوض تجربة احتراف جديدة براتب مادي أكبر وفي توافر بدايل، زي ما قلنا محمد علي بن رمضان بيقترب وبقوة. النادي الأهلي بيمتلك لاعبين مميزين في خط الوسط مثل إمام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية وممكن محمد علي بن رمضان، يعني الحاجة لتوفير مكان بقائمة الأجانب لتجديد دماء الأجانب في الصيف القادم. النادي الأهلي بيرغب في ضم يعني مهاجم أجنبي قوي بديل لأنطوني موديست، وبيرغب في يعني بديل قوي لأليو ديانج. النادي الأهلي بيأمل في كده. طيب، تم تأكيد خلاص رحيل أليو ديانج عن النادي الأهلي بعد موافقة الإدارة على انتقاله إلى نادي قطري، والمقابل هيكون 4.5 مليون يورو أو 4.5 مليون دولار، ده بالنسبة لرحيل أليو ديانج. رغبة اللاعب إن هو خلاص عايز يجرب بره، والنادي الأهلي لا يمانع في رحيل أليو ديانج خاصة مع وجود البدائل في خط الوسط مثل مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبالأخير محمد علي بن رمضان. النادي الأهلي سعى للحصول على أفضل عائد مادي من رحيل اللاعب إلى الدوري القطري. الأهلي بالفعل سيفتقد الأهلي للاعب وسط قوي وصاحب شخصية قوية في الملعب زي أليو ديانج. سيتيح رحيل أليو ديانج فرصة للاعبين آخرين لإثبات أنفسهم في خط وسط النادي الأهلي. سينضم ديانج إلى نادي قطري القطري حيث سيسعى لتقديم نفسه بشكل جيد وتحقيق النجاح في الدوري القطري رسميا. خلاص مش هطول على حضرتك الفيديو أكتر من كده، أتمنى من الله إن أنا أكون قدرت أوصل الصورة لحضرتك بشكل واضح وبشكل كبير، إن النادي الأهلي بيسعى لضم محمد علي بن رمضان وبالفعل حصل على توقيعه رسميا، ولكن الانضمام هيكون في إن شاء الله في الصيف انتقالات الصيفية، وكل ده طبعا هيكون بديل قوي محمد بن رمضان لرحيل أليو ديانج، اللي خلاص إن إدارة النادي الأهلي ومارسيل كولر مش بيمانع نهائيا في رحيل اللاعب. بشكرك يا صديقي إنك كملت معايا الحلقة للنهاية، أتمنى من الله إن الفيديو يكون عجبك، وياريت تدعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد. بشكرك إنك كملت معايا الحلقة للنهاية، أشوفك على خير، مع السلامة.